السلام عليكم، نرحب بكم جميعا في شركة تطوير الخدمات التعليمية ونتمنى لكم التوفيق. اليوم درسنا هو بعنوان ميل المستقيم، الجزء الأول من هذا الدرس لمادة الرياضيات للفصل الدراسة الثانية الصف الثاني المتوسط. في درسنا لهذا اليوم سوف نتعرف على ميل المستقيم. ما هو ميل المستقيم؟ وكيف نوجد ميل المستقيم باستعمال الرسم؟ بداية مع هذا النشاط، استعد. يستعمل سلم الشاحن المتحرك للوصول إلى أعلى البنايات كما هو الموجود في الصورة المجاورة. هذا السلم الذي يستعمله الدفاع المدني يستطيع أن يوصل إلى بنايات مرتفعة وشاهقة جدا. يعبر عن معدل التغير في ارتفاع السلم بنسبة ارتفاع السلم إلى بعد قاعدته عن البناية. أعطانا معلومة الآن، تقول هذه المعلومة أن معدل التغير في ارتفاع السلم كيف نعبر عنه؟ نعبر عنه بنسبة، أي أنه ببسط ومقام. نسبة أي أنها بسط ومقام. هذه النسبة تحتوي في البسط على ارتفاع السلم وفي المقام على بعد قاعدته عن البناية. المطلوب يريدنا أن نكتب هذا المعدل في أبسط صورة. نلاحظ على حسب المعلومة لدينا أن النسبة هي ارتفاع السلم عن إلى بعد قاعدته. الارتفاع لهذا السلم كم يكون حسب الصورة الموضحة أمامنا؟ هو 45 قدم، فنكتب في البسط 45 قدم. وفي المقام نكتب بعد القاعدة عن البناية وتكون 30 قدم، فنكتب في المقام 30. إذن كيف نكتب هذا الكسر؟ نكتبه 45 على 30، ولكن يريدنا أن نكتبه في أبسط صورة، فلا بد أن نبسط. كيف نبسط 45 على 30؟ نقسم البسط والمقام على 15، فيصبح لدي 3 على 2. إذن النسبة هي 3 على 2. كيف أوجدنا هذه النسبة؟ أوجدنا الارتفاع عن السطح وأوجدنا البعد عن البناية. إذن الارتفاع الرأسي والارتفاع الأفقي. يستعمل مصطلح الميل لوصف انحدار الخط المستقيم عدديا. إذن في هذه الحالات نستعمل الميل. متى نستعمل الميل؟ في الأشياء المنحدرة المائلة، مثل الزحاليق في الحدائق، مثل الألعاب، مثل الأشياء، أي شيء مائل، هنا نستعمل مع مصطلح الميل. والميل هو نسبة التغير الرأسي الذي هو الارتفاع إلى التغير الأفقي الذي هو المسافة الأفقية. نلاحظ في البداية ذكر أن الميل هو نسبة، أي أنه لابد أن يكون بسط ومقام. ففي البسط يكون التغير الرأسي الذي هو الارتفاع، وفي المقام يكون التغير الأفقي، فيصبح لدي قانون لهذا الميل. نقول في هذا القانون هو التغير الرأسي على التغير الأفقي، هذا هو قانون الميل الأساسي. نأخذ الآن مثال نريد أن نحسب فيه الميل. أوجد ميل جهاز المشي المجاور. لدي هذا الجهاز، نريد أن نوجد ميل هذا الجهاز. نلاحظ أن هذا الجهاز يوجد به ميلان باتجاه الأعلى. طيب، حسب معلوماتنا لكي نوجد الميل فإننا نستعمل القانون التغير الرأسي على التغير الأفقي. هذا الجهاز ما هو الرقم الذي يمثل التغير الرأسي؟ هل هو 120 أم أنه 25؟ أحسنتم، الإجابة هي 25. 25 هو التغير الرأسي، بينما التغير الأفقي المسافة الأفقية وتساوي 120. فكم نضع في البسط؟ نضع في البسط 25، وفي المقام نضع التغير الأفقي والذي هو 120. هذا هو الحل، ولكن هل هذا الحل في أبسط صورة؟ لا، ليس في أبسط صورة. طيب كيف نوجد هذا الحل في أبسط صورة؟ لكي نوجد في أبسط صورة نقسم البسط والمقام على 5، فخمسة وعشرين إذا قسمناها على 5 يعطي الناتج 5، و120 إذا قسمناها، طبعا لازم نقسمها أيضا على 5، تعطيني 24.
إذن ميل المستقيم لهذا الجهاز يساوي 5/24، فأوجدنا التغير الرأسي على التغير الأفقي. نأخذ الآن مسألة أخرى. تدريب: تصمم البيوت في أوروبا بحيث تكون أسطحها منحدرة حتى لا يتكدس الثلج عليها، كما الصورة الظاهرة أمامكم. يريدنا الآن أن نوجد ميل السطح المجاور لهذه الرسمة. حسب معلوماتنا، إن قانون الميل هو التغير الرأسي على التغير الأفقي. إذا جينا إلى السطح الموجود لهذا المنزل، ما هو التغير الرأسي؟ التغير الرأسي محدد لدينا ومسجل بأنه عبارة عن 4 أقدام، فنكتب في التغير الرأسي 4. وكم نعوض بدلا من التغير الأفقي؟ على حسب الرسمة نلاحظ أن البعد أو المسافة الأفقية هي 8 أقدام، فنكتب 4/8. هل هذا الجواب في أبسط صورة؟ لا نستطيع أن نبسطه. 4 هي نصف 8، فبالتالي الناتج سوف يكون نص، لأننا قسمنا 4/4 والثمانية بالتأكيد على 4، فأصبح لدي الناتج يساوي 1/2. إذن ميل السطح للشكل المجاور يساوي 1/2. إذن نتذكر جيدا أن الميل هو التغير الرأسي أو المسافة الرأسية على التغير الأفقي أو المسافة الأفقية. تقول المعلومة: لأن الميل هو معدل التغير، فإنه يمكن أن يكون موجب. متى يكون الميل موجب؟ إذا كان مائلا إلى أعلى، مثل الصورة التي أمامنا. طيب، اسأل أحد الطلاب: يا أستاذ، هذا الميل كيف أحدد أنه مائل إلى أعلى؟ فلو أتينا باتجاه اليمين من اليسار إلى اليمين نجد أنه مائل إلى الأعلى، ولو أتينا بهذا الاتجاه نجد أنه مائل إلى أسفل. أحسنتم، سؤال جيد. دائما وأبدا المستويات الإحداثية تقرأ باتجاه اليسار، من جهة اليسار، فلا نأتي للرسمة من اتجاه اليمين، لا، نأتي من جهة اليسار لكي نحدد. فلو أتينا بالرسمة من هذه الجهة نلاحظ أن الميل أو أن ميل المستقيم يصعد إلى الأعلى، إذن هو موجب. طيب، الاختيار الثاني ممكن يكون سالب. شوف، لو أتينا من اليسار أيضا نجد أن ميل المستقيم ذهب إلى الأسفل، فبالتالي يعتبر سالب. إذن إذا كان إلى أعلى موجب، وإذا كان إلى الأسفل فهو سالب، ونحدد ذلك عندما نأتي من اتجاه اليسار. نأخذ الآن مثال على ذلك. أوجد ميل المستقيم. مباشرة قبل عملية الحل، هذا الميل هل يكون موجب أم سالب؟ هل الناتج سوف يكون موجب أم سالب؟ الناتج سوف يكون موجب. لماذا؟ لأن الميل لو أتينا من اليسار بدأ المستقيم هنا ومن ثم اتجه إلى الأعلى، إذن الميل سوف يكون موجب. طيب، كيف نوجد ميل هذا المستقيم؟ بداية نختار أي نقطتين على المستقيم، وطبعا دائما نختار النقاط التي تكون واضحة. فمثلا في هذا المستقيم نختار هذه النقطة وهذه النقطة، ولاحظ أننا اخترناها لأنها تقع في مكان مناسب، مكان يسهل الحساب من عنده. الآن بعد ما اخترنا نقطتين، نوصل بين هذه النقطتين بهذا الشكل، نذهب من هذه النقطة إلى أن نحاذي هذه النقطة، من ثم نتجه إلى الأسفل إلى هذه النقطة. بعد ما أوصلنا نلاحظ أن هذا هو التغير الأفقي أو المسافة الأفقية، بينما هذا هو التغير الرأسي. طيب، كم نكتب في التغير الأفقي وكم نكتب في التغير الرأسي؟ يكون التغير الرأسي هو وحدتين، أي أننا نكتب في مكان التغير الرأسي كم العدد؟ 2، لأننا نلاحظ أن كل مربع بوحدة، فهنا 1 وهنا 2. ويكون التغير الأفقي 3 وحدات، 1، 2، 3. الآن نكتب القانون الذي نعرفه، معدل التغير أو الميل. الميل يساوي التغير الرأسي على التغير الأفقي. كم نكتب مكان التغير الرأسي؟ نلاحظ أنه أننا ذكرنا أن التغير الرأسي المسافة الرأسية، وتكون عبارة عن مربع مربعين، إذا نكتب 2. والتغير الأفقي هناك المسافة ما بين هذه النقطة إلى هنا،
نلاحظ أنه كم وحدة؟ 1 2 3، إذن نكتب 3. إذن نكتب الآن 2 في التغير الرأسي على 3. هل هذه في أبسط صورة؟ نعم في أبسط صورة، لا تحتاج إلى تبسيط. إذن ميل المستقيم هو 2 على 3. نأخذ تدريب. أوجد ميل المستقيم. يريدنا أن نوجد ميل هذا المستقيم. بداية لابد أن نختار نقطتين على هذا المستقيم، وذكرنا أننا دائما نختار النقاط التي يكون سهل الحساب من عندها، مثل اخترنا هذه النقطة واخترنا هذه النقطة. الآن نوصل بين هذه النقطتين بهذا الشكل، واضح؟ وصلنا من هذه النقطة إلى محاذاة هذه النقطة ومن ثم إلى الأسفل على شكل مثلث قائم الزاوية. الآن نستعمل القانون، الميل هو التغير الرأسي على التغير الأفقي. لما حددنا هذه النقطتين ساعدتنا على أن نوجد المسافة الأفقية والمسافة الرأسية. فكم المسافة الأفقية لدينا في هذا السؤال؟ نلاحظ الخط الأحمر عد على كم مربع، على اعتبار على أن كل مربع يعتبر وحدة واحدة. هنا 1 2 3 4، إذن نكتب المسافة الأفقية والتغير الأفقي هو 4 وحدات، والتغير الرأسي من هذه النقطة إلى الأعلى، نلاحظ أن هذا المستقيم قطع 3 وحدات، فبالتالي يكون التغير الأفقي كم؟ 3، أو التغير الرأسي عفوا 3. الآن نضع مكان التغير الرأسي 3 ومكان التغير الأفقي 4. هل هذا في أبسط صورة؟ أم أننا نحتاج أن نبسطه؟ نعم في أبسط صورة. إذن ميل المستقيم هو 3 على 4. السؤال، هل هذا المستقيم ميله موجب أم سالب؟ أحسنتم، الميل موجب. لماذا؟ لأنه إذا أتينا من اتجاه اليسار إلى اليمين نجد أن هذا المستقيم ارتفع إلى أعلى، فبالتالي هو موجب ولا نحتاج لأن نكتب إشارة سالبة إلى الناتج. أوجد ميل المستقيم. ما رأيكم في هذا المستقيم قبل لا نبدأ نحل؟ هل الناتج سوف يكون موجب أم سالب؟ ولماذا؟ الناتج سوف يكون سالبا. لماذا؟ لأنه دائما وأبدا الرسمة تقرأ من اليسار، فلو أتينا باتجاه من اليسار نجد أن هنا بداية المستقيم، ومن ثم ذهب إلى أسفل، أو اتجه إلى أسفل، فبالتالي الناتج سوف يكون سالب. نحل المسألة الآن. أول خطوة نختار نقطتين. اخترنا نقطتين، هذه النقطتين تكون واضحة بالنسبة لنا. اخترنا هذه النقطة وهذه النقطة بحيث أنه يسهل الحساب من عندها. الخطوة الثانية نوصل ما بين هذه النقطتين. فوصلنا على شكل مثلث قائم الزاوية بين هاتين النقطتين. الآن نكتب قانون الميل الذي هو التغير الرأسي على التغير الأفقي، صحيح؟ كم التغير الرأسي التي هي المسافة الرأسية من هذه النقطة إلى تحت؟ نلاحظ أن هذا المستقيم قطع كم وحدة؟ 1 2 3 4 5. إذن هنا لدي 5 وحدات، فنكتب كم؟ نكتب 5 في التغير الرأسي. بالنسبة للتغير الأفقي نلاحظ أن هذا المستقيم قطع كم وحدة؟ 1 2، فنكتب عند التغير الأفقي الرقم 2. الآن عند عملية التعويض كم نكتب مكان التغير الرأسي؟ نكتب 5، والتغير الأفقي نكتب 2، فنكتب 5 على 2. ماذا نلاحظ؟ هناك إشارة سالبة. لماذا؟ لأن واضح ميل المستقيم يكون سالب، فننتبه لهذه النقطة لأن المستقيم اتجه باتجاه الأسفل. هل هذه في أبسط صورة أم يحتاج إلى تبسيط؟ لا في أبسط صورة. إذن ميل المستقيم هو سالب 5 على 2. الآن أريدكم أن تختاروا الإجابة الصحيحة لهذا الميل. ما ميل المستقيم في الشكل الآتي؟ هل ألف هي الإجابة الصحيحة 4 على 3؟ أم أنه 3 على 4؟ أم أنه سالب 3 على 4؟ اختروا الإجابة الصحيحة الآن. تستطيع أن تختار الإجابة الصحيحة بدون أن تحسب عدد الوحدات. هناك
معلومة أخذناها تدل على الجواب الصحيح بشكل سريع ومباشر. لو سألنا أنفسنا ميل المستقيم هذا هل هو موجب أم سالب؟ نلاحظ البداية من هنا من جهة اليسار ومن ثم إلى الأسفل، فبالتالي لابد أن الناتج يكون سالب. إذا الناتج الصحيح بغض النظر عن الوحدات سوف يكون جيم، لأن ألف موجب وباء موجب وجيم سالب. إذا الإجابة الصحيحة فعلا هي جيم. وإذا أردنا أن نتأكد، ثلاثة في التغير الرأسي أو في المسافة الرأسية، فنلاحظ من هذه النقطة 1 2 3 إلى محاذاة النقطة الثانية، وأربعة المسافة الأفقية 1 2 3 4. ففعلا الإجابة الصحيحة هي جيم، والتي هي سالب 3/4. إذا تعلمنا في درس اليوم أن القانون الأساسي للميل هو التغير الرأسي أو المسافة الأفقية على أو المسافة الرأسية عفوا على التغير الأفقي الذي هو المسافة الأفقية. والميل ممكن أن يكون موجب متى؟ عندما يكون ميل المستقيم في المستوى الإحداثي إلى أعلى، فإن الإشارة تكون موجبة. أو أنه يكون سالب متى؟ عندما يكون ميل المستقيم في المستوى الإحداثي إلى الأسفل، فإن إشارته تكون سالبة. هذا ما كان لدينا في درس اليوم، شكرا لكم، نراكم بإذن الله في دروس قادمة، نتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.